كمان عايز اشكر شركه استادات. الحقيقه الناس برضو من اكبر اسم موجود لاصغر عامل موجود، كل واحد بيقوم بدوره في فتره بسيطه جدا جدا، بينتقلوا من افتتاح يليق بالنادي الاهلي لقناه النادي، اللي بعديها باسبوعين افتتاح اخر يليق برضو بالنادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، انهم بيشتغلوا حياه بجد وبيشتغلوا بقلب وبيشتغلوا بحرفيه كامله او احترافيه كامله كمان. فانا بشكرهم جدا جدا على الجهد المبذول، لانهم فعلا النهارده الشكل العام مفرح ومبهج، وباذن الله يكون نتيجته طيبه ان شاء الله.